السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايبي أبطال جريد 4. النهاردة إن شاء الله بعد ما خلصنا شرح كونسبت 4.1 لمادة الساينس سكند ترم، هنبدأ نحل الموديل إكزام الموجودة في كتاب المعاصر نمبر 1 ونمبر 2 على كونسبت 4.1. أتمنى لأول مرة تشوفوا قناتنا اشتركوا معنا في القناة، ننزل نعمل لايك على الفيديو. يلا نبدأ موديل إكزام نمبر 1. Question number 1. Choose the correct answer. Number 1. The formation of canyons takes space. الكانيونز بقى يا ولاد بتاخد وقت قد ايه عشان تتكون؟ Few minutes, few hours, few days, many years. برافو عليكم، بتاخد many years، سنوات كتيرة عبال ما تتكون. Number 2. Which of the following doesn't cause mechanical weathering؟ مين من الحاجات دي لا تسبب الميكانيكال ويزرين؟ رود اوف بلانتس، لا دي ميكانيكال يا ميس. ويند موفمنت، ميكانيك. ووتر موفمنت، ميكانيكال. يبقى مين اللي مش بتكون ميكانيكال؟ الاسيد رينز. الاسيد رينز تعتبر كيميكال ويزرين. نمبر 3. موفينج اوف سيدمنتس فروم بليس تو انذر ريبريزنت سبيس بروسيس. قال لك موفينج يعني حركة السيديمنت الرواسب، يبقى دي على طول الروجن، الروجن بروسيس. نمبر 4. When a river meets a sea or an ocean is space is formed، بيتكون الدلتا. الريفر بيقابل السي او الاوشين بيتكون الدلتا. question number b. give reason for the following. iron in rocks may rust، ياما بيكون الصخرة عندك صخرة كده وفيها iron يعني فيها حديد mineral ممكن ان هو يصدي. طبعا ليه؟ due to reaction of oxygen which present in the air with iron، نتيجة تفاعل الاكسجين اللي موجود في الجو مع الايرن فهيخليه يحصل له rust. question number 2. put true or false، هنحط علامة صح او خطأ. number 1. sea waves may cause erosion of the beach، that's true، صح طبعا. Number 2. The surface of the earth change from time to time، صح بيتغير. Number 3. All physical factor of mechanical weathering leads to breaking down of rock، ايوه طبعا بتأدي لتكسير الصخور. Number 4. نركز فيها. When water freezes its volume decrease، لما المية بتتجمد حجمها بيقل؟ لا طبعا يا ميس، المية لما بتتجمد حجمها بيحصل له increase، يبقى دي false. question number b. what's happen if، ماذا يحدث لو؟ lichens growing on rock produce acid، عندنا طبعا في صخرة كده في كائنات دقيقة بتنمو عليها اللي قلنا بتشبه البلانت، وهي عبارة عن ميكس ما بين الالجي والفنجاي ما بين الطحالب والفطريات، دي بتبدأ تفرز مادة acid. المادة بتعمل ايه؟ بتعمل dissolve للمينرال، يبقى the acid dissolve the mineral that are present in this rock. الاسيد اللي هي تفرزه هيدوب المعادن اللي موجودة في الصخور دي. question number 3. write the scientific term، هنكتب بقى المصطلح العلمي. number 1. a process in which small broken rock move from place to another by the help of wind or water. قال لك كلمة move يبقى على طول هو بيكلمنا عن ال erosion process. number 2. process in which the color of paint، لون الدهان بتاع المنازل، are changed as a result of falling of acid rain، نتيجة سقوط ال acid rain، يبقى هو بيكلمنا عن ايه؟ عن ال chemical weathering. number 3. A van shaped أو بنسميها triangular mass of sediment that is formed where a river enter a large body of water like sea. طبعا هو كده قال لك triangular بيكلمك عن الدلتا. number 4. which are they are deep valley covered by flowing water. deep valley بيكون فيها مياه بتجري، طبعا هنا بيبقى هي دي الكانيونز. question number b. study the following figures and choose the correct answer. عندنا هنا الفيجر الاولانيه فيها ستاند كاسل، الفيجر الثانيه فيها لارج روك
موجودة في البيتش بيحصل لها طبعاً withering مع مرور الوقت. Number one, the force of water forms space. قوة المياه هتعمل ايه بقى؟ خلي بالك بيقولك forms يعني هتكون figure one only ولا figure two only ولا figure one and two ولا neither figure one nor two. Force of war of water هتكون طبعا شايفين الصخور دي المياه بتقعد تخبط فيها الموجة تيجي وتخبط فيها تيجي وتخبط فيها هتبدأ واحدة واحدة هتكسرها وتعمل لها withering يبقى هتكون الفيجر 2 only هتنحتها زي ما بيقولوا هتقعد تنحت فيها فهتكونها. Number 2 water that affect the item in figure 1 is considered as an example of يعني المية اللي هتأثر على الايتم اللي في figure 1 اللي هي الساند كاسل اللي هي دي تعتبر مثال لايه؟ لفاست تشينج ولا سلو تشينج؟ طبعا الساند كاسل هتيجي موجة بسرعة هتهدها وترجع تاني الموجة وسحبة معاها الرمال يبقى ده تأثير الفاست تشينج التغيير السريع. ده كده الموديل اكزام نمبر 1. ندخل على موديل اكزام نمبر 2. شوفوا سهل ازاي طالما ذاكرتوا هتلاقوا الحل سهل جدا. Question number 1 shows the correct answer. Number 1 sand is formed due to breaking down of الرمال بتتكون نتيجة تأثير on the rocks الصخور. Number 2 which of the following doesn't cause mechanical withering مين من الحاجات دي لا تسبب الميكانيكال ويزرينج؟ الميكانيكال ويزرينج نتيجة الروت والويند والووتر. تعال بقى عند الأسيد رين. لا يا ميس الأسيد رين دي كيميكال يبقى نمبر بي الكيميكال. نمبر 3 limestone caves are formed due to combination of بتتكون نتيجة ايه؟ نتيجة اتحاد الديزولفيد مينرال المعادن اللي كانت دابت. نمبر 4 each of the following play a role in erosion process except كل الحاجات دي بتلعب دور في عملية الإروجن يعني نقل الصخور اللي متكسرة البلوينج ويند والووتر فلود والإيرث جرافيتي يبقى الإكسبت اللي عندنا الوحيد هو السانلايت ضوء الشمس ملهوش علاقة بالإروجن. نمبر بي give a reason for the following formation of canyons is considered as an example of slow change قلنا كانيون ان بيكون فيه مرتفع كده ومرتفع كده وفي مساحة في النص هنا بتتنحت وبتبدأ الووتر يحصل لها فلو فيها فدي بنسميها كانيون لو هنا دول جبلين كبار يبقى معناها اخدود لو صغيرين يعني هضبة بيبقى معناها وادي. طيب ليه هي بتاخد slow change بتاخد وقت بطيء يعني بتتكون على مدار السنين مش في يوم وليلة؟ هنقول له because it's formed due to the slow change that's happened to their rock over many years عشان هي بتتكون نتيجة التغيرات البطيئة اللي بتحصل للصخور على مدار سنوات عديدة. Question number 2 true or false. Number 1 all changes that occur on the earth's surface takes hundreds of years يعني كل التغيرات اللي بتحصل لسطح الارض بتاخد سنوات قبل ما بتحصل. ايوه that's true. Number 2 there are many types of sediment like sand rock soil. ايوه SSR sand rock soil that's true. Number 3 root of plant can slowly grow over there over time through small crack in rock causing chemical withering. خلي بالك بيقول لك الروت بتاع البلانت بتنمو في الكراك الشقوق الصغيره بتاعه الصخور بتعمل كيميكال ويزرينج لا بتعمل ميكانيكال يبقى دي فولس. نمبر 4 ووتر كان كاز ذا تو تايب اوف ويزرينج ايوه قلنا عليهم كيميكال ويزرينج وميكانيكال ويزرينج يبقى دي ترو. نمبر بي واتس هابن اف ا ريفر كاريز سيديمنتس ميت سي النهر اللي محمل بالرواسب هيقابل البحر على طول هيتكون الدلتا may be formed. Number 3 complete the following. Number 1 breaking a statue is an example of mechanical withering while
while معناها بينما. Rusting of an iron statue يعني صدأ الحديد اللي بيكون التمثال. Is an example of طبعا هيبقى chemical weathering. لو التمثال اتكسر هيبقى ميكانيكال، انما لو الصديد اللي مكون التمثال ده، لو الحديد اللي مكون منه التمثال ده صدى هيبقى دي كيميكال، يبقى تكسير التمثال ميكانيكال انما صدى الحديد كيميكال. Number two, sand grain fall on the ground when the wind carrying it stop blowing. يعني حبيبات الرمال بتسقط على الارض لو الرياح اللي كانت حاملة الرمال دي حصل لها ايه، توقفت عن الهبوب او الحركة. Question number three. When a strong wind blew in the desert لما يكون في رياح شديدة بتهب في الصحراء. Large sand dunes. Dunes يعني قزبان، قزبان رملية كبيرة may be formed. Number four. Cracks caused by freezing of water and melting of ice. دي represent نوع من انواع الويزرينج اسمه ايه؟ اسمه ميكانيكال ويزرينج، يعني المية تتجمد وبعدين تدوب والعكس. Study the following picture of sand dunes then complete the following. عندنا picture 1 ادي عندنا اللي هي الساند دونز الصغيرة اللي بتبقى على البيتش، وعندنا اللارج ساند دونز اللي بتبقى في الويسترن اوف ايجيبت. نمبر 1 ساند دونز ان بيكتشر نمبر سبيس ار فورمد باي سترونج ويند. الرياح الشديده يبقى هتكون دي طبعا هتكون الكثبان اللي في الصحراء، يبقى نمبر 2. نمبر 2 ساند دونز ان بيكتشر نمبر سبيس ار فورمد باي ويك ويند. الرياح الضعيفه هيبقى البيكتشر نمبر 1 الكثبان اللي بتتكون على الشاطئ. كده بنكون خلصنا حل الاجزام مع بعض. اتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، دمتم في رعاية الله وحفظه. اعملوا مشاركة مع اصحابكم عشان الكل يستفيد. ان شاء الله في الفيديو الجاي لاما نعمل ريفيجن على كونسبت 3.2 و 4.1 قبل ما نبدأ الجديد، لاما ان شاء الله نبدأ في الكونسبت الجديد اخر كونسبت لينا اللي هو 4.2. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.